طيب قبل ما نتكلم على التقييم العام عايز اكلمك على ثقافه حتى هنا مش هقول مصر على المستوى العربي ثقافه التقييم نفسها انت شايفها ازاي بالنسبه للجماهير الكوره عامه في الكوره العربيه وخاصه في مصر يعني. طبعا اكيد موضوع التقييم بيبقى محبب جدا عند الجمهور لان انت اكيد بتقول رايك بتحب المدير الفني ده ما بتحبش ده بتحب اسلوب اللعيب ده ما بتحبش اللعيب ده وبالتالي اكيد التقييم كلنا بنحب التقييم لان احنا كلنا بنحب الكوره واللي بيحب الكوره دايما بيحب يقول رايه اكيد وبيحب دايما يدي الدرجات بس وانا بحب دايما الارقام يعني الارقام دايما بحس ان هي الوسيله اللي بتخلينا نقف على الارض يعني قريبين جدا من الارض وبالتالي التقييم عندنا يا كابتن هاني تقييمين تقييم مؤقت او لحاجه معينه وتقييم شامل تقييم جزئي وتقييم شامل مثلا المباراه الاخيره الاهلي وسام احنا في المباراه دي بنقيم مباراه النادي الاهلي خساره النادي الاهلي امام سامبا في الجوله الثانيه لدوري ابطال افريقيا ما بنقيمش تيم النادي الاهلي او جيل النادي الاهلي بشكل عام لا احنا بنقيم المباراه دي بظروفها بحالها فقط وبالتالي تقييمنا الموسيماني او بنقول راينا في المباراه هو في اداره بيتسو موسيماني للمباراه دي على وجه التحديد وما ينفعش اهو بكلام واضح ما ينفعش ان احنا نخرج من التقييم الجزئي في المباراه عشان نقيم الراجل بشكل التقييم العام عام لسبب بسيط جدا من قيمه اسبوع او 8 ايام 90% من الناس اللي بينتقدوا كانوا بيشيدوا بالراجل بعد اداء مباراه المريخ السوداني احنا نفسنا هنقول نقاط ايجابيه كتير قلنا نقاط ايجابيه كتيره جدا بعد مباراه المريخ السوداني اكيد في حلقه النهارده مش هنقدر نقول هذا الكم من النقاط الايجابيه اللي حصل اخطاء وحصل مشاكل وبالتالي لازم اللي بيقيم يبقى فاهم الفرق ما بين الاثنين قيم الماتش مفيش مشكله لكن ما تقيمش بشكل عام لان تقييم بشكل عام ده غير عادل لان انت طبعا اكيد متاثر بالنتيجه وبالشكل اللي احنا شفناه في مباراه سيمبا وكان في طبعا اخطاء كتيره سواء من المدير الفني او من اللعيبه او من الاداء الفني يعني في حاجات كتيره جدا هنتكلم عليها بس انا بتكلم في جزئيه التقييم دايما ثقافه التقييم في مصر يعني لما وانا كنت بتكلم معاك يمكن بنتناقش كده وبنتكلم ان تقييمنا كمان على مستوى اللاعبين مثلا لعيب ظهر في الدوري المصري او ظهر بثلاث اربع مباريات احنا عندنا النجم الصاعد بسرعه الصاروخ وبنبدا نكبر الامور بشكل ولو مدرب على نفس المنهج مدرب لعب مباراه كويسه قوي بنكبر ومباراه خسر فيها يبقى وحش والكلام ده ممكن يكون فارق الزمني بيه قليل جدا. الجزء الثاني عامل السوشيال ميديا مأثر كمان على خلفيات كتيره جدا يعني أكيد. فالسوشيال ميديا طبيعي جدا اي حد ممكن يقعد على السوشيال ميديا يقول رايه في المدير الفني او بلغه الكوره كده يقطع في المدير الفني وبالتالي ممكن يبقى في نوع من انواع التشويش شويه الفني على اداء اذا كان مدرب اذا كان لعيب او على اداء الفريق كجماعه يعني هو طبعا اكيد قطاع الجمهور له الحق تماما ان هو يقول رايه زي ما هو عايز كل واحد حر تماما في وجهه نظره ويقول اللي هو عايزه بس احنا طبعا بنتكلم النهارده كناس بتحب الكوره وحتى مش هفرق ما بين خبراء في الكوره والناس مش خبيره في الكوره لا عشان كلنا بنحب الكوره بس العقل بيقول انا النهارده لازم وانا بقيم افرق ما بين التقييم في مباراه والتقييم العام التقييم العام اتعودنا نهايه البطوله النادي الاهلي هو حتى يعني المنظومه كابتن صالح سليم كان دايما يقولها التقييم اخر الموسم بنقيم اخر الموسم او بنقيم بعد فتره ما فيش مشكله حتى لو عندنا ازمه والازمه اتكررت لشكل يعني بمسافه طويله ممكن نقيم هنا لكن انا ما اقدرش اقيم مدير فني بشكل عام لمجرد خسر مباراه ونفس الامر كل الجميع تعرض لنفس الموقف ده قبل كده رينيه فايلر تعرض للموقف ده مرتين مره مع النجم الساحلي ومره مع بلاتينيوم ستارز في ماتش 1-1 لما تعادلنا والاداء برده ما كانش جيد مانويل جوزيه نفسه يعني الاسطوره بتاعتنا في التدريب ياما تعرض لمثل هذه المواقف في دور المجموعات مع خلاف طبعا دور المجموعات ساعتها كان اقوى كنا بنتكلم على دور الثمانيه قبل ما يكون دور المجموعات في دور 16 كابتن حسين البدري مع النادي الاهلي تعرض لهذا في الموقف ده كتير جدا وبالتالي احنا محمد يوسف كمان يمكن في البطوله اللي قبل الاخيره اللي اقصده ان احنا محتاجين نحط كل الامور في نصابها
صحيح مظبوط، عشان نخرج من الايه من التاسك اللي احنا فيه ده بشيء ينفعنا بعد كده. بالظبط، لان النهارده التراشق او حتى التقييم العام الزائف يعمل مشكله، يعمل بلبله، يعمل بلبله بدون لازمه. ليه بقى؟ لان النهارده معظم طبعا احنا بنقول ان اللعيب بتتابع السوشيال ميديا والكلام ده بيوصل، وبالتالي انت مش محتاج تعمل يعني ايه ضغط من لا شيء. اكيد طبعا الهزيمه غير متوقعه على الاطلاق، غير متوقعه على الاطلاق، ولكن حصلت. المفروض بقى انا اقعد اعمل ايه؟ اقعد امسك في الهزيمه دي واتكلم عليها مليون سنه، وانا عندي ماتش دوري يوم الاحد، وبعد كده عندي فيتا كلوب، بعد كده عندي الاسماعيلي، بعد كده عندي فيتا كلوب ماتش اياب. لا، لازم نتعلم حاجه. حاجه حصلت خلاص، قيم وحلل وخد الدروس، اقفل وكمل مشوارك.